بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في مادة 414 في برنامج الترجمة اللغة الإنجليزية في الجامعة المفتوحة. المادة بنتناول فيها الترجمة التحريرية من وإلى العربية، وبنحاول من خلال مجموعة من المحاضرات إن احنا نعرف كل قواعد الترجمة، أو مش كل يعني معظم قواعد الترجمة في اللغة الإنجليزية، والأخطاء اللي بيقع فيها المترجمون يعني، وإزاي نتجنب هذه الأخطاء، وإيه هي أهم الآليات والاستراتيجيات اللي بيستخدمها المترجمين أثناء عملية الترجمة، وإيه هي الأخطاء اللي ممكن يقع فيها المترجمين، وإيه هي أنواع النصوص المختلفة والمشاكل اللي بتقابل المترجم وإلى آخره. فإن شاء الله بنحاول من خلال هذه المحاضرات إن احنا نرسي دعائم الترجمة الصحيحة قدر الإمكان، لأن جزء من مهارة الترجمة يكتسب من خلال الممارسة. يعني مهما الإنسان يدرس قواعد الترجمة، لازم في حاجات يكتسبها أثناء الترجمة، ترجمة النصوص المختلفة أثناء عمله في الترجمة. تمام، فبنبدأ محاضرة الأولى لينا. أي محاضرة لينا بإذن الله هتبقى مقسمة لأربع أجزاء. الجزء الأول بنتناول فيه الأوبجكتيفز اللي هي أهداف المحاضرة. الجزء الثاني بيكون فيه جزء نظري بنتكلم فيه على عملية الترجمة أو قواعد الترجمة أو سمات المترجم أو استراتيجيات المترجم. الجزء الثالث بيكون قواعد عملية للترجمة General Rules of Translation. والجزء الرابع بيكون Application، بنحاول نطبق بعض القواعد اللي احنا خدناها في ترجمة نص، وبنحاول من خلال ترجمة هذا النص نخرج بمجموعة من المفردات المفيدة للطالب. نبص كده على الأوبجكتيفز ونشوف ايه أهداف المحاضرة دي. Students will be introduced to the principles and methods of translation. احنا في المحاضرة دي بنحاول نقدم مبادئ وطرق الترجمة، وهل طرق الترجمة تختلف من مترجم للتاني، وهل تختلف من نص للتاني، وهل هناك قواعد عامة أو طرق عامة أو أساليب عامة بيتبعها المترجمون المحترفون حينما يواجهون مشكلة ما أثناء يواجهون مشكلة ما أثناء عملية الترجمة. طيب، يبقى احنا بنحاول نعرف هذه principles والmethods of translation. الهدف الثاني من المحاضرة دي هيكون Students will be familiarized with the problems and difficulties that are likely to arise during the translation or the translation process. إن احنا بنحاول نعرف الطالب بأهم الصعوبات والإشكاليات اللي بيواجهها المترجم، سواء كانت هذه الصعوبات صعوبات لغوية نتيجة للاختلاف بين اللغتين، أو صعوبات ثقافية نتيجة برضو للاختلاف الثقافية بين لغتين. وإحنا عارفين إن علماء الترجمة دائما يقول لك المترجم الجيد مش بس يكون بايلينجوال، ثنائي اللغة، يعني يعرف كويس قوي قواعد اللغة المنقول منها واللغة المنقول إليها، يعرف القواعد والكلمات ودلالات الألفاظ إلى آخره. لا، ده مهم كمان يبقى بايكالتشرال. بايكالتشرال يعني ثنائي الثقافة، يعني المترجم الجيد هو من يعرف جيدا الثقافة المنقول منها والثقافة المنقول إليها. بمعنى لو هو بيترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، لازم يبقى عارف تفاصيل الثقافة العربية اللي بينقل منها وتفاصيل الثقافة الإنجليزية اللي بينقل إليها، وهذا يعني ينسحب على كل لغات الدنيا. لازم تبقى عارف الفروق الثقافية بين اللغتين اللي حضرتك بترجم منهم وإليهم. طيب، علماء الترجمة بيقولوا كلما تقاربت الثقافات كلما سهلت عملية الترجمة، وكلما قلت الصعوبات أو المشكلات أو الإشكاليات التي يقابلها المترجم. بمعنى لو أنا بترجم من اللغة الإيطالية إلى اللغة الأسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية، ودي كلها لغات لاتينية الأصل، بتجد تشابه كبير جدا من اللغات دي في قواعدها، وبتجد تشابه كتير جدا في الثقافة المحيطة بها. ده يختلف تماما، فهنا الصعوبات هتكون أقل، وده يختلف تماما عن الحالة اللي بكون فيها بترجم نص من اللغة العربية إلى اللغة السويدية أو اللغة الدنماركية في أقصى شمال أوروبا في بلاد اسكندنافيا. هجد هنا لغتين بعاد عن بعض تماما، اللغة العربية لغة نون اندو يوروبيان، واللغة الدنماركية دي لغة اندو يوروبيان، يبقى كل واحدة منهم تنتمي لشجرة لغوية مختلفة، ودي ثقافة مختلفة تماما عن الثقافة دي، فتجد هنا صعوبات جامة تواجه المترجم. فيبقى الملخص بتاعنا في هذا الجزء ان المترجم الجيد لازم يكون bilingual، ثنائي اللغة، ولازم يكون bicultural، ثنائي الثقافة. تمام، ننقل دلوقتي على theoretical section، الجزء النظري اللي احنا بنحاول منه نكتشف
بعض نظريات الترجمة أو بعض القواعد أو بعض الأجزاء التنظيرية التي وضعها علماء الترجمة لكي نعرف ما هي عملية الترجمة وما هي وظيفة المترجم وما هي أهمية الثقافة، دور الثقافة في عملية الترجمة إلى آخره. قبل أي حاجة طالما احنا في المحاضرة الأولى نحب نعرف أوي كلمة translation دي جت منين، هل النطق بتاعها translation أو translation، يعني هل هي translation ولا translation؟ الاثنين صح، وإن كان translation النطق الأول هو الموجود أكثر في القواميس. تمام. The word translate comes from Latin trans بمعنى across and late to bear or to carry. يبقى كلمة translate هي أصلا كلمة لاتينية الأصل مكونة من مقطعين. المقطع الأول trans بمعنى across، بمعنى يعني من خلال، يعبر إلى، يعدي للناحية الثانية. late بمعنى to carry، يشيل أو يحمل. فكأن الترجمة هي عملية حمل المعنى من اللغة والانتقال به والعبور به إلى اللغة الثانية. تمام. طيب عشان كده حضراتكم تلاحظوا ان كلمة trans او trans في بداية كثير من كلمات اللغة الانجليزية تعطي ايحاء بالانتقال من مكان الى اخر، من وضع الى اخر، من حالة الى اخرى. على سبيل المثال المواصلات transportation، المواصلات بتنقل من مكان للتاني. زراعة الاعضاء او نقل الاعضاء transplantation، بنقل عضو من جسم للتاني. ينقل من شغل للتاني transfer، او من وظيفة للتانية، او من مدرسة للتانية. حتى نقل اي حاجة على الهواء مباشرة في التلفزيون نقول عليها transmission. يبقى trans هي مقطع يفيد الانتقال والتحول. يبقى كأن عملية الترجمة هي العملية التي يقوم فيها المترجم بحمل المعنى من لغة والانتقال به الى اللغة الثانية او اللغة المقابلة. طيب نكمل كده، بيقول ايه؟ This simple definition of translation involves the replacement of words in one language with their equivalents in another. Equivalent يعني المعادل أو المقابل. فكأن التعريف المبسط للترجمة هو نقل الكلمات من لغة واستبدال هذه الكلمات بكلمات من اللغة المقابلة. طبعا ده تعريف يعني بدائي جدا 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 لعملية الترجمة، لأن عملية الترجمة ليس فقط نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، لا ده بيدخل فيها عوامل تانية كتيرة جدا جدا جدا. تمام. This means that the aim of translation is the transfer of meaning from one language into another. تمام. فده يؤكد ان الهدف عملية الترجمة هو نقل المعنى من نص الى اخر او من لغة الى اخرى. فيبقى هنا كلمة meaning هي الكلمة اللي تهمني قوي، keyword، نقل المعنى. المعنى لان ايه الغرض، ايه الانز اب برودكت، ايه الغرض النهائي او المنتج النهائي اللي انا عايزه من عمليه الترجمه؟ ان انا انقل المعنى كاملا من نص الى النص الاخر. فيبقى نقل المعنى باي وسيله كانت وتوصيله الى المتلقي بافضل طريقه وبابسط طريقه وبشموليه، بمعنى ان انا بحاول انقل المعنى بكل مفرداته الى المتلقي، هو ده الهدف الاساسي للمترجم. طيب علماء الترجمه قالوا إن الترجمة الجيدة عادة بتتسم بكم صفة. إيه الصفات دي؟ informative، إنها ناقلة للمحتوى، بتنقل information يعني. communicative، تواصلية، الترجمة دي بتتواصل مع القارئ، بتخاطب هذا القارئ. وتالت حاجة accurate، الترجمة دي لازم تبقى دقيقة. بعض علماء الترجمة بيقولوا لا ده كمان أثناء في حالة الترجمة الأدبية بنضيف صفة رابعة اللي هي كلمة rhetorical. rhetorical يعني بلاغي. يعني تخيل كده انا بنقل قصيده لاحمد شوقي بنقلها الى اللغه الانجليزيه. مهم قوي ان القارئ مش بس يصل المعنى، يستمتع باللغه. طبعا ودي اشكاليه كبيره جدا جدا، عشان اجي انقل القافيه في اللغه العربيه انقلها للقافيه للغه الانجليزيه مساله مش سهله، انقل البحر الشعري من هذه الثقافه الى الثقافه الاخرى مساله مش سهله. فهنا بتدخل عوامل كتير جدا، وهدي لحضراتكم مثال مثلا ببيت الشعر الشهير بتاع شيكسبير اللي بيقول فيه Shall I compare thee to a summer's day؟ Shall I، shall يعني will I يعني compare thee، compare هنا بمعنى يشبه. كلمة compare to يشبه به، compare with يقارن به. فشيكسبير بيقول محبوبتي في هذه القصيدة بيقول لها ايه؟ Shall I compare thee، يعني هل أشبهك to a summer's day، بيوم صيف. هنا علماء الترجمة وقفوا قالوا يا جماعة خد بالكم هنا في cultural dimension، في بعد ثقافي، بمعنى
شكسبير لما أراد أن يشبه محبوبته دي بشيء جميل فقال لها هل أشبهك بيوم صيف. طيب ده في ثقافة شكسبير الثقافة الأوروبية اللي الصيف والحرارة والشمس فيها شيء جميل. تيجي للثقافة العربية اللي درجة الحرارة فيها مرتفعة، الصيف مش هو أحلى فصول السنة، هناك الصيف هو أحلى فصول السنة. فعلماء الترجمة اختلفوا في ترجمة كلمة summer's day. بعضهم قال هو شكسبير يقصد ايه؟ مش يقصد ان الصيف هو احلى شهور السنة؟ طب ايه احلى شهور السنة عندنا؟ الربيع. يبقى بعضهم ترجمها هل اشبهك او هل اشبهك باحد ايام الربيع. ده حل. حل تاني قال يا جماعة بعض الناس قالوا لا ده شكسبير يقصد الصيف فانا عايز انقل ده للقارئ. فبعضهم ترجمها هل اشبهك ها بليلة صيف، يعني الليل في الصيف احلى شوية من النهار. وبعضهم قال لك لا، طب يا جماعة ما نجيب الحاجة حلوة في الصيف اللي هو ايه؟ فبعضهم ترجمها هل أشبهك بنسمة صيف. وجي فريق رابع قال يا جماعة شكسبير من ثقافة مختلفة، والقارئ العربي طالما بيقرأ قصيدة تنتمي لثقافة مختلفة فعليه أن يتوقع أن هذه القصيدة تحوي ما يخص هذه الثقافة ويعبر عنها، فعليه أن يتقبل حتى ما هو غير متقبل في ثقافته. فراحوا مترجمونها هل أشبهك بيوم صيف. تمام. يبقى هنا يا جماعة بيتدخل في الترجمة زي ما احنا قلنا، مش مجرد التعريف البسيط اللي هو نقل كلمة لكلمة او جملة لجملة، لا ده بيدخل فيه عوامل ثقافية اخرى. تمام. بنبص كده بقية النص بيقول ايه. Translation is a decision making process in the first place. It involves deep thinking, wavering between choices and finally reaching a decision. هنا العلماء الترجمة بيعرفوا بيقولوا ان عملية الترجمة هي في المقام الاول decision making process، يعني عملية اتخاذ قرار. بمعنى ان المترجم هو اثناء الترجمة الكلمة اللي قدامه او الجملة اللي قدامه ممكن يجي في خاطره، يعني في خاطره او في فكره ان الكلمة دي او الجملة دي ممكن تترجم بالطريقة الفلانية والفلانية تلات اربع طرق. فهو هنا بيحاول يختار ان الشكل ده هو افضل شكل لترجمة هذه الجملة، والكلمة دي هي افضل ترجمة لهذه الكلمة. فالترجمة في المقام الاول in the first place مالها a decision making process. طيب ليه بقى؟ لانها بتتطلب او بتشتمل على deep thinking، تفكير عميق من المترجم، wavering between choices يعني التذبذب بين الاختيارات، اترجم دي ولا دي، اختار ده ولا ده، and finally المرحلة الاخيرة reaching a decision التوصل الى قرار. opting for one choice and ignoring others is a problematic step. طبعا اختيار المترجم لكلمة او لشكل او لجملة او لترجمة واهماله لاختيارات اخرى ده في حد ذاته عملية اشكالية. ليه بقى؟ ايه اللي يخلي المترجم بيفكر بينه وبين نفسه؟ ايه اللي يخلينا اختار دي وما اختارش الاخرين؟ يبقى هنا لازم مسألة مش بتمشي تمشي عشوائي، لا بيتدخل فيها عوامل كتير جدا، الدقة اللغوية والدقة الثقافية، وهل هذه الكلمة هي التي تعبر عن هذه التفصيلة بالشكل الافضل الى اخره. In other words, the translator believes that his or her choice will bridge the gap between the source text and the target reader. تمام. Bridge the gap يعني يقلل الفجوة. أكيد في فجوة بين أي نصين، وفجوة بين أي لغتين، وفجوة بين أي ثقافتين. من وظائف المترجم الأساسية هو تقليل هذه الفجوة بين source text النص المصدر أو النص المنقول منه أو النص المراد ترجمته، والتارجت ريدر الطارق يعني القارئ المستهدف أو القارئ المنقول إليه الترجمة. بحاول أقرب بينه وبين النص قدر الإمكان، وبحاول أزيل الغموض اللي موجود في النص قدر الإمكان. وعايزين نقول يا جماعة طبعا يعني مهمة المترجم بتتدرج من أسهل مهام لأصعب مهام. يعني لما أكون بترجم كتاب بيحكي قصص مبسطة جدا للأطفال، مهمة سهلة إلى حد ما، تفضل الأمور تندرج معايا أو تطلع معايا يعني أو تصعد معايا لحد ما علماء الترجمة بيقولوا إن أصعب أنواع الترجمة هو ترجمة the translation of poetry، ترجمة الشعر. لأن الشعر يعني بيستخدم كل مصادر اللغة، المفردات والدلالات والأخيلة والإيقاع والأوزان والقافية والمعنى، حاجات كتيرة جدا جدا. فعشان أوصل كل ده وأخلي القارئ اللي منقول إليه الترجمة القارئ المستهدف بيستمتع بالقصيدة بنفس استمتاع القارئ الأصلي، يعني مهمة شاقة. بل بعض العلماء قالوا لا يا جماعة الأصعب من ترجمة الشعر هي ترجمة الكتب المقدسة. يعني لما أكون بترجم القرآن الكريم ولا الكتاب المقدس إلى اللغات الأخرى، هنا يعني المهمة الملقاة
على كاهل وعلى عاتق المترجم تنوء بها الجبال زي ما بيقولوا. ليه؟ لأن هنا الخطأ لا يغتفر. أنا بترجم كتاب مقدس، فعلي أن أنا أنقل المعنى وراء هذا الكتاب المقدس، وأن القارئ كمان يستمتع بلغة هذا الكتاب إلى آخره. فالصعوبة هنا بتكون صعوبة جمة. تمام. This indicates that the translator's main job is to remove all barriers to raise the reader's comprehensibility without making the source text lose its flavor or spirit. Spirit يعني الروح، والفليفر يعني الطعم أو النكهة بتاعت الإيه؟ بتاعت النص. بمعنى إن المترجم الجيد بيشيل كل الحواجز بين النص اللي بينقل منه وبين القارئ على أن يحافظ على نكهة أو طعم أو روح النص. بمعنى لما يكون بنقل نص هزلي او هزلي لازم او ساخر لازم يبقى فيه نفس التون دي او نفس النبرة دي في عملية الترجمة. يعني مثلا ايه، تخيل كده طلب منك ترجم شعر. مرة كنت قرأت ابيات شعر واحد بيتكلم على انه راح يشتري خروف من باب الخلق، فبيقول وقفت بباب الخلق فلم اجد من خروف، او اللي كانت بتقول القصيدة بالظبط، بباب الخلق قد طال الوقوف ولا جدي هناك ولا خروفه، فيا عيد الأضحى هل أضحي بنفسي أم ماذا تشوفه؟ فطبعا هنا ال 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 النبرة ساخرة. وخد بالك بقى كلمة بما يعني أم ماذا تشوفه، طبعا شاف على فكرة لغة عربية فصحى، إنما هي مستخدمة في اللغة العامية. طب اللهجة اللطيفة دي الكوميك الكوميدي أنا عايز أنقلها للقارئ الأجنبي، هل عنده تشوفه دي توصل له؟ طب كلمة باب الخلق دي هتوصل له ان ده المكان كان بيشتري منه؟ طب عيد الاضحى، فتجد صعوبات. يبقى هنا دي الروح او السبيريت او الفليفر بتاع النص اللي حضرتك عايز تاخده وتوصله للقارئ. تمام. But achieving such an aim represents the translator's main challenge due to cultural differences and linguistic discrepancies. طبعا الصعوبة تكمن في حاجتين، الكالتشرال ديفرنسز الاختلافات الثقافيه، واللينجويستكس ديسكريبنسز الاختلافات اللغويه. وزي ما قلنا ان ساعات يبقى في ظاهره في ثقافه ملهاش مقابل في ثقافه تانية، او انك عشان تنقلها يعني مثلا لما مثلا اقول لك فلان ده ما شاء الله صعيدي، لما اقول صعيدي دي معناها شخص شهم وقوي ويعتمد عليه، لما تيجي تنقلها للقارئ اجنبي تقول he came from upper Egypt. طب يجوز هو كلمة upper Egypt او he's an upper Egyptian ما وصلوش نفس الابعاد الثقافية اللي احنا مرتبطة بهذه الكلمة. فتجد هنا هل اترجمها زي ما هي، ولا هل ادور في الثقافة الانجليزية على المنطقة اللي الناس بتشتهر فيها بالشهامة والقوة والشجاعة واحطها مكانها، ولا ايه بالظبط؟ فيبقى ده جزء منه، جزء ثقافي. في جزء لغوي، انك ساعات تجد كلمة صعب، يعني مثلا كلمة عرض يحمي عرضه باللغة العربية، عشان تيجي تترجم كلمة عرض باللغة الانجليزية دي صعبة، ما عندهمش نفس الكونسبت بتاعنا احنا لمسألة العرض دي. فهنا تجد صعوبات ثقافية وصعوبات لغوية، على المترجم ان يتخطى هذه الصعوبات وان يذلل هذه الصعوبات للمتلقي، لان انا في الاخر كقارئ يهمني ان المعنى يوصل لي. المترجم عمل ايه؟ هذا امر لا يخصني. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على معنى كلمه الترجمه، والى حد ما اشرنا لوظيفه المترجم، وقلنا ان الصعوبات اللي بتواجه المترجم اما لغويه لينجويستيك اما كالتشرال بيكون ثقافيه. تمام. نبتدي بقى ندخل على قواعد عمليه لعمليه الترجمه، او قواعد فعليه لعمليه الترجمه. رول نمبر 1، القاعده الاولى بتقول ايه؟ عندما يطلب جملة من اللغة، ترجمة جملة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، فالأفضل ترجمتها كجملة فعلية على وجه العموم. مثال ذلك، يا ريت نقرأ المثال ده. ها، توم كيم ليت، جاء توم متأخرا. يعني إيه يا جماعة؟ يعني في معظم الأحوال لما أكون بترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يفضل إن أنا أبدأ بالفعل، بمعنى ان انا احولها لجمله فعليه. السؤال الاولاني اللي بساله نفسي اين الفعل؟ توم كيم ليت، فين الفعل؟ كيم، يبقى هبدا بيه، جاء توم متاخرا. طب حد يقول لي هو كل كلمات اللغه، كل جمل اللغه الانجليزيه لما اجي احولها لجمله فعليه؟ لا، في بعض الجمل تستدعي انها تترجم كجمله اسميه. يعني نبص كده حضراتكم، ولكن في بعض الجمل
في حالة بعض الجمل لا نستطيع تحويل الجملة الإنجليزية إلى جملة فعلية، وبالتالي يجب ترجمتها كجملة اسمية. مثال ذلك: توم is a student، توم طالب. يعني لو أنا اديت حد الجملة دي وبقول له توم طالب، حاول تحولها للجملة فعلية. ها نديكم كده 10 ثواني نفكر نترجمها، نحولها ازاي لجملة فعلية. صعب. هقول يكون توم طالب، يعتبر توم. طب ليه يكون ويعتبر توم طالب؟ يبقى احيانا في معظم الاحوال زي ما قلنا معظم جمل اللغة الانجليزية تترجم من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية في شكل جمل فعلية، والسؤال اللي بسأله لنفسي اثناء عملية الترجمة اين الفعل، فين الفعل، وابتدي ابدأ بيه. ولكن في بعض الاحيان، في كثير من الاحيان، لا يستقيم المعنى الا اذا ترجمت هذه الجملة من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية في شكل جملة اسمية. تمام، نبتدي نبص على القاعدة رقم 2. الكلمة في اللغة الإنجليزية إذا بدأت بحرف كبير قد يختلف معناها عندما تبدأ بحرف صغير. بمعنى إخوان إن في كثير، وليس كل، كثير من كلمات اللغة الإنجليزية ترجمتها تختلف إذا ما كتبت هذه الكلمة بحرف كابيتال عنها إذا ما كتبت بحرف سمول. هدي لحضراتكم نص دقيقة كده نحاول نبص على الجدول ده كده مع بعض. ها نبص كده هنلاقي تشاينا كابيتال سي يعني الصين، جمهورية الصين الشعبية. تشاينا سمول سي يعني طبق او صحن صيني الصنع. مكة كابيتال ام، مكة المكرمة، المكرمة، وساعات تتكتب مكة ام اي دبل كي اي. مكة سمول ام مقصد للناس، يعني اما اقول القاهرة هي قبلة المثقفين العرب بقول كايرو از ها The Mecca of Cultured Arabs. تمام. كلمة Renaissance لو capital R معناها عصر النهضة في أوروبا، لو Renaissance small R معناها أي نهضة، ولك تشهد البلاد نهضة زراعية، نهضة اقتصادية، نهضة صناعية إلى آخره. فRenaissance capital R عصر النهضة، Renaissance small R يعني أي نهضة في العالم. تمام. مثلا هاملت، هاملت الشخصية المشهورة، بطل مسرحية هاملت في مسرحية أحد مسرحيات شكسبير أو إحدى مسرحيات شكسبير الشهيرة، وبعض يعني كثير من النقاد بيعتبروها أعظم مسرحيات شكسبير قاطبة. هاملت هو بطل المسرحية إذا كتب كابيتال، وعلى فكرة هاملت كمان اسم المسرحية، بس لو كان اسم المسرحية في قواعد الرايتنج يكتبها إيتاليكس حروف مائلة، يكتبها بولد حروف غامقة، يحط تحتها خط. أما هاملت إذا كتبت سمول اتش فمعناها قرية أو نجع صغير، قرية صغيرة، أو زي ما إخواننا في الخليج بيقولوا هجرة، هجرة بالخليجي بالذات في السعودية معناها قرية صغيرة. مش بس كده، معلومة تانية خارج القاعدة دي، هاملت بطل المسرحية دي كان مشهور بطول التردد، إن هو بيتردد كتير في أخذ ثأر أبيه الذي قتل على يد عمه اللي هو كلوديوس. فاشتقت كلمة أو فعل هاملتايز من كلمة هاملت، ويعني هذا الفعل او ليعني هذا الفعل يعني ياخذ وقتا طويلا في التفكير دون ان يقوم بفعل. يعني اقول لك ستوب هاملتايزنج، يعني بطل تفكر بقى وخد فعل، خد قرار، اتحرك. فدي دخلت من كلمه هاملت. واستخدام اسماء الاشخاص ودخولها في كلمات في اللغه بيسموه علماء الترجمه انتونوميجيا، او يعني باختصار words from names، ان يتحول اسم شخص مع الوقت الى رمز او الى كلمه في اللغه. تمام. God capital H الله سبحانه وتعالى، God small H يعني اله بمعنى اي اله. وهنا برضو يا اخوان نقف وقفه لغويه مع هاتين الكلمتين. احنا قلنا God، ايه الفروق ما بين الكلمتين دول غير حكايه الكابيتال والسمول؟ نقولهم كده. طبعا احنا قلنا خلاص ان God capital H معنى الله سبحانه وتعالى، God small H معناها اله. ده الفرق الاول. الفرق الثاني، God capital H لا تجمع، God small H تجمع، بقول gods آلهة. الفرق الثالث، God بكابيتال H سوري بكابيتال G سوري كابيتال G، God في كابيتال G لا تؤنث، God small G تؤنث، goddess يعني إلهة. الفرق الثالث، God
كابيتال جي اللي هي الله سبحانه وتعالى يشار اليها بالضمير هي او هيم او هيز، كابيتال اتش في اي مكان في الجمله تمييزا للاشاره لله سبحانه وتعالى عن الاشاره الى اي مذكر اخر. فجاد زي ما اكدنا لحضراتكم تختلف اذا ما كتبت بكابيتال جي عنها اذا ما كتبت بكابيتال بسمول جي. تمام، يبقى احنا دلوقتي عندنا قاعده بتقول لنا ان في بعض كلمات اللغه الانجليزيه لازم انتبه او ما اشوفها مكتوبه كابيتال ولا سمول، زي كلمه جوب، جوب سمول جي وظيفه، جوب كابيتال جي ايوب عليه السلام مثلا. يبقى هنا بناخد بالنا وبرجع للقاموس اشوف الكلمه في القاموس هل هي كابيتال. طب كلمه ماس، ماس يعني كتله ويعني مجموعه من الناس، ماس اذا كتبت كابيتال ام فمعناها قداس في الكنيسه، يبقى كثير في كثير من الاحوال الكلمه اذا كتبت كابيتال غير ما تكتب سمول في المعنى، فبالتالي يختلف ترجمتها، وده على المترجم ان ينتبه لده ويرجع للقواميس المتخصصه عشان يعرف ازاي هيترجم الكلمه دي بشكل سليم. نيجي نبص على القاعده رقم 3 بتقول ايه. يجب معرفة طريقة الهجاء الصحيحة لأسماء الأعلام والتي لا تطابق في بعض الأحيان هجائها باللغة العربية، هجائها باللغة العربية. طيب نبص كده يا جماعة، أسيب حضراتكم تقروا بس المثالين دول. ها، لو بعض الناس لو ما يعرفش ان دمشق هي دمسكس بالانجلش هيجي في الترجمه كده يكتب لك دمشق دي اي ام اس مش عارف ايه. يبقى في اسماء الاعلام على فكره يعني اسماء الاشخاص والاماكن لا اجتهاد فيها، يعني جاك شيراك بكتبها كده، ما بكتبش جاك جي اي سي كي، بعض الناس بيضيف اس الجاك دي، افلاطون بليتو، حلب اليف ما اكتبش حلب اتش اي ال اي بي، لا طرابلس بكتب تريبولي، ارسطوتل ارسطو الى اخره. يبقى يا جماعه اسماء الاعلام سواء كانت اسماء اشخاص او اسماء اماكن لا اجتهاد فيها، بمعنى انها بتكتب كما تكتب في اللغه الانجليزيه، ليس دي العكس مش صحيح، بمعنى ان لما اكون بكتب من عربي الانجليزي ممكن الكلمه الواحده تتكتب بسبيلنج مختلف، يعني بكتب محمد بعض الناس بيكتبوا محمد ام يو، وبعض الناس كتبوها ام او، بعض الناس كتبوها دبل ام، وبعض الناس كتبوها ام واحده، بعض الناس كتبوها في الاخر اي دي، وبعض الناس في الاخر كتبوها اي دي. فاسماء الاعلام اذا كنت بنقلها من عندنا للغه الانجليزيه قد يكون فيها بعض يعني المرونه والحريه شويه. تمام، نبص على القاعده رقم 4 بتقول ايه. يجب عدم التوقف عند ترجمه واحده للكلمه، واليكم الترجمات المختلفه لكلمه ديبارتمنت. هنا يا جماعه بنشير لخطا كان بيقع فيه كثير او يقع فيه كثير من الناس، اللي هو ان الواحد مننا بيتتوقف معرفته لمعنى الكلمة عند المعنى الاول للكلمة. بمعنى اي واحد مننا وهو بيقرأ نص بيتعلم كلمة، اول مرة بيتعلم هذه الكلمة اما بيسأل الشخص اللي قدامه الكلمة دي معناها ايه فبيقول له، سواء كان مدرس في مدرسة او انه بيروح للقاموس فبيشوف الكلمة دي معناها كذا. كثير من الناس يلتصق هذا المعنى في اذهانهم ولا يتغير، حتى لو تغير معنى الكلمة في سياقات أخرى، وهنا تأتي الخطأ في الترجمة. يعني هدي لحضرتك مثال، كلمة ديبارتمنت كلنا عارفين كلمة ديبارتمنت بمعنى قسم. ليه بقى؟ لأن أول مرة حضرتك واجهتك الكلمة دي أو قابلتك كلمة ديبارتمنت لما سألت عليها قيل ليك إن ديبارتمنت يعني قسم، فالتصق المعنى ده. طيب ديبارتمنت يعني قسم صح، بس في سياقات، زي مثلا بقول إيه؟ ديبارتمنت أوف يوروبيان لانجوجز، قسم اللغات الأوروبية. إنما في أمريكا يقولوا ديبارتمنت معنى وزارة، ديبارتمنت أوف جاستس، ديبارتمنت أوف هيلث، وزارة الصحة، وزارة العدل. ففي أمريكا كلمة ديبارتمنت تستخدم بمعنى وزارة. لما أجي أقول كاستمز ديبارتمنت، مصلحة الجمارك، يبقى كلمة ديبارتمنت أنا ترجمتها هنا بمعنى مصلحة. يبقى يا جماعة لا يتوقف أو لا تتوقف معرفتي بمعاني الكلمة أو بمعنى الكلمة عند المعنى الأول للكلمة. وده بياخدنا لحاجة تانية، هو إن الإنسان لازم يبقى مستعد أو عنده المرونة الكافية إنه يعرف إن الكلمة واحدة، الكلمة الواحدة ممكن تترجم بطرق مختلفة. هدي لحضراتكم مثال، لما أقول وسائل الإعلام أنا قلت ماس ميديا، ميديا يعني وسائل، وماس هنا بمعنى إعلام أو مخاطبة الجماهير،
خد بالك ماس ميديا، يبقى انا ترجمت اعلام هنا ايه؟ ماس. تمام. كلية الاعلام Faculty of Mass Communication، ترجمت الاعلام هنا Mass Communication. تمام. وزارة الاعلام Ministry of Information، ترجمت اعلام هنا Information. يبقى كلمة اعلام مرة ترجمتها Mass، ومرة ترجمتها Mass Communication، ومرة ترجمتها Information. الشاهد في الكلام ايه؟ ان انا لازم ابقى عندي المرونة ان اعرف ان الكلمة الواحدة ممكن تترجم باشكال مختلفة، دي حاجة. والحاجة الاهم منها وهي القاعدة اللي احنا كنا بنعيشها، ان انا ابقى عارف اكبر قدر من المعاني للكلمة الواحدة، ولا تتوقف معرفتي لمعنى الكلمة عند المعنى الاول للكلمة الذي عرفت فيه هذه الكلمة. تمام. ننقل دلوقتي على القاعدة رقم 5 نشوفها بتقول ايه. يفضل ترجمة المبني للمجهول كما هو اذا كان الفعل شائعا في اللغة العربية مثل الجمل الاتية. يعني ايه يا اخوان؟ يعني اما تقابلني جملة مبنية للمجهول، الواحد بيسأل نفسه هل انقلها زي ما هي مبني للمجهول، ولا ارجعها للاصل تاني، يعني ارجع الفاعل بتاعتها فبتبقى مبني للمعلوم. علماء الترجمة قال لك بكل بساطة ده يعتمد على شيوع الفعل المبني للمجهول. بمعنى نبص على الجملة دي، لما اقول the meeting was cancelled فانا ده ترجمتها الغي الاجتماع. تمام. فعل الغى في شكله المبني للمجهول اللي هو الغي شائع وتقبله الاذن العربية، فطبيعي اقول الغي الاجتماع، الغي المباراة، الغي القمة. تمام. the thief was arrested، قبض على اللص، قبض شائع على الاذن ما فيهاش مشكلة، قبض على اللص، قبض على العصابة الى اخره. يبقى اذا كان الفعل اللي حضرتك بتنقله شائع في اللغه العربيه والعكس صحيح شائع في اللغه الانجليزيه، لما يكون بني من الانجليزي العربي ومقبول، لا غضاضه انك تستخدم الباسيف زي ما هو او المبني للمجهول زي ما هو. انما في بعض الجمل وفي بعض الاحايين بتجد ان الفعل غير مستساغ اذا ما استخدم في شكله المبني للمجهول، ففي هذه الحاله يفضل ترجمته او تحويله الى مبني للمعلوم. ونبص كده مع بعض على المثال الاتي. أما إذا كان الفعل غير شائع فيفضل تحويله إلى المبني للمعلوم مثل الجملة الآتية: رمضان is fasted by Muslims. رمضان is fasted by Muslims. ها؟ حاولوا تبنوا لي كده الجملة دي مبني للمجهول، وهدي لحضراتكم كده نص دقيقة نفكر مع بعض، نحاول نحول هذه الجملة لمبني للمجهول. ها هنجد صعوبة، نفكر تاني. لو انا قلت يصام رمضان بواسطة ولا من قبل المسلمين، يصام حتى فعل يصام مش مشهور، يعني مش شائع في اللغة العربية. ولو كان كمان ماضي صيم رمضان مش مقبولة، يعني الاذن العربية كده لا. قال لك في هذه الحالة يفضل للمترجم ان يترجم الجمله اللي امامه في شكلها الاصلي اللي هو مبني للمعلوم: يصوم المسلمون رمضان. مفيش مشكله في الجمله، جمله مقبوله من القارئ العربي لا غضاضه فيها. تمام. ننقل على القاعده رقم 6 نشوف بتقول ايه. يجب تجنب الاخطاء الشائعه في الترجمه، واليكم الامثله الاتيه. هدي لحضراتكم كده نص دقيقه نبص على الامثله دي نقراها كده. ها كايرو اوبرا هاوس، دار الاوبرا المصريه مفيش مشكله، بس لما تيجي للالفاظ بدقه هتجدها دار الاوبرا بالقاهره. بس حد يقول لي هو دي غلط؟ لا مش غلط، احنا بس بنتكلم على الدقه، انما في امثله ثانيه هتبقى اصعب شويه. بيبر ان ا كونفرنس، هيقدم بيبر في كونفرنس، ما بقولش هيقدم ورقه في مؤتمر، لا هيقدم بحث. تمام. كانديد كاميرا، ترجمتها احنا بنقول كاميرا الخفيه، ترجمتها الحقيقي الكاميرا الصادقة، كانديد يعني معنى صادق لا يكذب. إنما الأخطاء هنا مقبولة، إنما الأخطاء في اللي جاي بقى مش مقبولة، وبالذات في الأمثلة الثلاثة الأولين. لا كان زمان في أوروبا يشار للإسلام بمحمدانيزم، ويشار لمسلم بمحمدانيست. ليه بقى؟ لاعتقاد خطأ كان شائع في أوروبا كان بيقول إيه؟ ان المسلمين بيعبدوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده غير صحيح حاشا لله. ف
فالتصور القديم هو اللي ادى لوجود هذه الكلمه محمدانيزم. فالنهارده انا لا يجب علي ان استخدم هذه الكلمه حينما اكون في معرض حديث عن الاسلام، ولا استخدم كلمه محمدانيست لما اكون بتكلم على حد مسلم. كلمه سبيريتس بنترجمها المشروبات الروحيه. سبيريتس المفروض تترجم المسكرات القويه، المشروبات الكحوليه القويه، الخمور. ليه احسن اسم الخمره؟ ليه اخليه الروحيه يعني نسبه الى الروح؟ تمام. نيجي الفوكال كورتس الاحبال الصوتيه، وانا دايما اعمل الاختبار ده مع الطلبه بتوعي في ماده الفوناتكس. في اول محاضره اسالهم كده سؤال، الانسان عنده كم حبل صوتي؟ تسمع ارقام مهوله بقى، 6 7 18، ومره حد قال لي 48. ده ايه الحنجره دي اللي فيها 48 حبل صوتي؟ الخطا جه منين؟ الخطا جه ان اجزاء الجسم المفروض تترجم ك يعني الحاجات الموجوده في الجسم منها 2 بنترجمها في صيغه المثنى. بقول الرئتين، بقول الشفتين، بقول الاذنين، العينين، الجفنين، الحاجبين، الفكين. والمفروض لان الانسان عنده حبلين صوتيين اترجمها الحبلين الصوتيين، ولكن نتيجة ان احنا اللغة الانجليزية ما فيهاش مثنى، فخدنا كلمة فوكال كورد ترجمناها بصيغة الجمع الاحبال الصوتية. فده اللي ادى اعتقاد للناس، وهو اعتقاد خاطئ، ان الانسان عنده اكثر من حبلين بمعنى صيغة الجمع. يعني لتريتشر، احنا عارفين لتريتشر بمعنى الادب، ولتريتشر كمان تيجي بمعنى الدراسات السابقة اللي بعض الناس ترجموها ادبيات، وهي ترجمة غير دقيقة. مفروض تترجم الدراسات السابقة. وفي رسائل الماجستير والدكتوراه بنجد فصل او جزء كده بيبقى عنوانه ايه؟ Review of the literature، اللي احنا بنترجمها بالعربي ايه؟ استعراض الدراسات السابقة. ما ينفعش هنا استخدم كلمة ادبيات، ما ينفعش اقول استعراض الادبيات. تمام؟ يبقى كلمة literature الادق، غير ان معناها ادب، في سياقات اخرى بيبقى معناها الدراسات السابقة. نبص على القاعدة رقم 7 بتقول ايه؟ يجب تجنب ترانزليتريشن. احنا قلنا قبل كده يعني ترانزليتريشن هو كتابة كلمة من لغة بنفس حروفها. يعني كاريزما زي ما حضراتكم شايفين بكتبها كاريزما. إذا كانت هناك ترجمة عربية جيدة، وإليكم بعض هذه الأمثلة، المصطلحات أو الأمثلة. القاعدة هنا بتقول لي إيه؟ إذا وجد كلمة احنا بنكتبها بنفس حروفها بتاع اللغتين، كاريزما بكتبها كاريزما. طب لو أنا عندي مقابل ليه ما استخدمش المقابل؟ فأدي لحضراتكم كده نص دقيقة نبص على هذه الكلمات ونشوف البدائل بتاعتها ونشوف مدى دقة هذه البدائل. نبص كده مع بعض. ها كلمة كاريزما، ليه نكتبها كاريزما؟ أو على فكرة أولا كلمة كاريزما كلمة يونانية الأصل. كاريزما باليوناني او مشتقه من مقطع بمعنى هبه، معناها هبه من الله سبحانه وتعالى. طيب ما اقول قبول، اقول سحر الشخصيه. دولارايزيشن بيترجموها ليه الدولاره؟ طب ما اقول اكتناز الدولار او ادخار الدولار. ماكدونالدايزيشن، ماكدونالدايزيشن. ليه اقول المكدله؟ طيب ما اقول الهيمنه الثقافيه الامريكيه. سيمينار، ليه اقول سيمينار؟ طب ما اقول حلقه دراسيه. توك شو، ليه اقول توك شو؟ اقول برنامج حواري. بورنو موفيز، ما ليه افلام الافلام البورنو اللي عارف بتقول يعني افلام اباحيه او افلام خارجه. كلونينج، ليه اقول الكلونه؟ ليه ما اقولش الاستنساخ او التنسيل؟ برستيج، ليه اقول برستيج؟ ليه ما اقولش الهيبه الاجتماعيه او الهاله الاجتماعيه؟ الجينوم، ليه اقول الجينوم؟ ليه ما اقولش الشريط الوراثي؟ السكانر، ليه اقول السكانر ما اقولش الماسح الضوئي؟ تايكون، ليه اقول تايكون مع ان انا عندي موجود ملك من ملوك المال او احد ملوك الصناعه؟ Human Rights Watch، ليه أقولها بالعربي Human Rights Watch وأنا عندي ممكن أقول منظمة حقوق الإنسان الأمريكية؟ Ethnic Groups، ليه أقول الجماعات الإثنية ما أقولش الجماعات العرقية؟ أنا عندي كلمة عرق. تابوز، ليه أقول التابوهات ما أقولش المحظورات الاجتماعية أو الموضوعات غير اللائقة؟ يبقى دي يا إخوان مما شاع بين الناس استخدام الكلمة في شكلها Transliterated اللي هو الشكل المكتوب باللغه الاصليه مع وجود بديل جيد في اللغه العربيه، فليه نستخدمها؟ تمام. نبص كده مع بعض على الجزء الاخير من المحاضره اللي هو الابلكيشن. Translate the following passage into Arabic. هسيب حضراتكم كده نص دقيقه نقرا اول جملتين ثلاثه كده ونشوف هنترجمهم ازاي.
ها يرى المحللون السياسيون أن حكومة الدكتور عصام شرف ما هي إلا حكومة تسيير أعمال، بينما يطلب رجل الشارع من هذه الحكومة أن تضع خططا استراتيجية لمصر، وأن تلبي المطالب الفئوية، وأن توقف إسرائيل عند حدها، وأن تساعد الثوار في الدول العربية الأخرى. ويجب أن أقول وبكل صراحة أن الدكتور عصام شرف ليس سوبرمان، وأن ما يطلب منه في هذه الفترة الحساسة لا تستطيع أعتى الحكومات أن تحققه في هذه الفترة الحرجة. تمام، تعال بص كده على القطعة من الأول. محللين سياسيين هي political analysts، إنما political observers يعني مراقبين سياسيين، political commentators يعني معلقين سياسيين، commentator اللي هي COMENTATOR commentator بن comment معناها معلق، ولما أقول political circles معناها الدوائر السياسية. أن حكومة الدكتور عصام شرف، كلمة حكومة هنا ممكن أترجمها government وممكن أترجمها cabinet، وcabinet يعني مجلس الوزراء، ولما أقول many cabinet يعني مجلس وزراء مصغر. يعني ايه مجلس وزراء مصغر؟ فنفرض كده ان مصر هتنظم دوره رياضيه تستمر لمده اسبوعين ثلاثه، مين الوزراء اللي معنيين بالدوره دي؟ وزير الداخليه، وزير الشباب والرياضه، وزير الصحه، يجتمعوا مع بعض. تمام، وزير التضامن الاجتماعي ملوش علاقه بالموضوع ده، وزير الاثار ملوش علاقه بالموضوع ده، او وزير الثقافه. تمام، فدي بنسميها ميني كابينت. برضو نلفت النظر ان كلمه تعديل وزاري غير تغيير وزاري، انا غيرت الوزاره برئيس الوزراء ده اسمه تغيير وزاري، غيرت بعض الوزراء في الوزارة ده اسمه تعديل وزاري. تمام، ما هي إلا حكومة تسيير أعمال؟ تسيير أعمال حكومة يعني caretaker government، وبعض الناس بيكتبوها caretaking government. بينما يطلب رجل الشارع، رجل الشارع اللي هو layman أو man in the street أو the common man أو the commons أو common people زي ما تحب، من هذه الحكومة أن تضع خطة استراتيجية، يضع خطة to set a plan، وخطة استراتيجية يعني strategic plans، وأن تلبي المطالب الفوائية. هديكوا كده يا جماعة 10 ثواني فكروا المطالب الفوائية دي نترجمها ازاي، المطالب الفئوية ازاي نترجمها. ها بعض الناس بيترجموها category specific demands، وبعض الناس بيترجموها factional demands. factional factional جاء من كلمة faction، faction يعني فصيل، فصيل سياسي أو فصيل من جماعة إلى آخره. وأن توقف إسرائيل عند حدها، ممكن أقول to stop someone from exceed his limits دي معناها، from exceeding his limits دي معناها توقف شخص عند حده. ولما أقول there are limits ترجمتها إيه بالعربي؟ للصبر حدود. تمام، وأن تساعد الثوار في الدول العربية الأخرى. ويجب أن أقول وبكل صراحة أن الدكتور عصام شرف I have to say frankly، وطبعا الثوار في الدول العربية اللي هم rebels in the other Arab countries، ويجب أن أقول وبكل صراحة I must frankly say that أن الدكتور عصام شرف he is not a superman، وأن ما يطلب منه في الفترة حساسة ممكن نترجمها critical phase critical period لا تستطيع أعتى الحكومتين. أنا أتوقع بقى عند كلمة أعتى، بعض الناس قد يترجم أعتى هنا بمعنى powerful، يقول لك the most powerful government. تمام، وبعض الناس قد يفسر أعتى بمعنى حكومة مستقرة بقى لها فترة، فممكن نترجمها well established government. وبعض الناس يقول لك دي حكومة مأصلة ويعني ضربة بجذورها في الأرض، فأقول deeply rooted government، أن تحققه في هذه الفترة الحرجة. تمام، تعال بص كده على الترجمة مع بعض. Many political analysts believe that Dr. عصام شرف's government is just a caretaker one. Yet the layman رجل الشارع asks this government to set strategic plans and meet factional demands, stop Israel from exceeding its limits and help rebels in the other Arab countries. I have to frankly say that Dr. عصام شرف is not a superman and what he is asked to do in this critical phase cannot be carried out يعني حقق او ينجز.
by the most well-established government. تعال نبص مع بعض كده مع أهم الكلمات اللي وردت هنا أو الكلمات اللي ليها علاقة بالقطاع. Political analysts ها محللون سياسيون. Caretaker government حكومة تسيير أعمال. Strategic plans خطط استراتيجية. Layman رجل الشارع. مطالب فئوية factional أو category specific demands. يعني إما أقول factional إما أقول category specific. Rebels ثوار أو متمردون. Critical phase مرحلة حرجة. الانفلات الأمني بنترجمها إيه بقى؟ Security failure أو security breakdown. Security vacuum الفراغ الأمني. حكومة انتقالية transitional أو interim government. اعتصام مفتوح open-ended sit-in. أما إضراب بنترجمها strike. وإضراب عن الطعام بنترجمها hunger strike. ويضرب بنترجمها to go on a strike. كده انتهى الجزء الأخير بالمحاضرة. ونلخص كده محاضرة النهاردة كانت بتتكلم عن إيه. واحد، احنا قلنا ان احنا عندنا هدفين في هذه المحاضرة، ان احنا نعرف الـ principles والـ methods of translation، طرق الترجمة واستراتيجياتها ومبادئها. وقلنا كمان هنتعرف على بعض الـ problems والـ difficulties، بعض مشكلات وإشكاليات وصعوبات الترجمة أو اللي بتواجه أو تطرأ للمترجم أثناء عملية الترجمة. وقلنا كمان إن في الجزء النظري إن إحنا حاولنا نفسر يعني إيه كلمة translate. وقلنا translate بمعنى يترجم جات من مقطع لاتيني مكون من جزئين، trans بمعنى across ولاد بمعنى to carry، أي أن عملية الترجمة يعني في جوهرها هي عبارة عن نقل أو حمل المعنى من اللغة والعبور به إلى اللغة الأخرى. وقلنا إن أثناء عملية يعني عملية العبور هذه من لغة إلى أخرى يقابل المترجم مجموعة من الصعوبات، بعضها يتعلق باللغة وبعضها يتعلق بالثقافة. تمام. وعلى المترجم أن يتخطى هذه الصعوبات وتلك الصعوبات ليعبر بالمعنى من النص المنقول منه إلى المتلقي اللي هو القارئ أو المستمع في هذه الحالة. تمام. وكلمنا على بعض القواعد العامة للترجمة، وقلنا ان معظم جمل اللغة الانجليزية بتترجم الى اللغة العربية في شكل جمل فعلية، وفي بعض الاحيان قد نلجأ الى الجمل الاسمية. قلنا ان كثير من الكلمات في اللغة الانجليزية يختلف معناها اذا ما كتبنا الكلمة capital letter في البداية عنها اذا ما كتبت small letter. وقلنا برضو علينا ان احنا نحفظ طريقة الهجاء او طريقة الكتابة السليمة للproper names اسماء الاعلام، سواء كانت هذه الاسماء اسماء اشخاص او اسماء اماكن او اسماء دول الى اخره، لان لا اجتهاد في هذا المجال. وضربنا بعض الامثلة. اتكلمنا كمان على الترجمات المختلفة لنفس الكلمة. قلنا ان كلمة department قد تترجم قسم وقد تترجم وزارة وقد تترجم مصلحة بناء او يعني استنادا على السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة. تمام. اتكلمنا على ترجمة المبني للمجهول زي ما هو كمبني للمجهول في بعض الاحوال اللي يكون الفعل فيها شائع، اما في الاحوال اللي يكون فيها الفعل غير شائع فيفضل اترجمها كمبني للمعلوم. بعد كده اتكلمنا على وجود الترانزليتريشن، ان في كتير من الكلمات اللي احنا بنستخدمها، او قبل كده اتكلمنا على الاخطاء الشائعة واتكلمنا على كلمة الاحبال الصوتية وبعض الامثلة الكثيرة. اتكلمنا على كلمات اللي بتكتب باللغة الانجليزية بنفس حروفها كاريزما ودولارة الى اخره، واهمية ترجمتها للغة العربية اذا كان هناك موجود في اللغة العربية مقابل يؤدي نفس المعنى. تمام. واختتمنا بقطعة عن ترجمة قطعة تتعلق بترجمة بقطعة ترجمة تتعلق بحكومة الدكتور عصام شرف، وعرفنا بعض المصطلحات اللي ليها علاقة بهذا الموضوع. وبكده نكون ختمنا محاضرة النهاردة، المحاضرة الأولى لنا. وأدعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه المحاضرة أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى، وأن نكون قد أضفنا لحضراتكم بعض المعلومات، وأن تستمتعوا بهذه المادة. وإلى أن نلقاكم في المحاضرة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحفظ الله مصر والمصريين إلى يوم القيامة وإلى أبد الآبدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.